جلسات ورشة العمل التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP في فندق الداماروس تحت عنوان تطبيق قانون الإدارة المحلية، ركزت على الإطار المؤسساتي والقانوني لعمل الوحدات الإدارية وكيفية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من قبلها. لا بد أن ينصب عمل الوحدات الإدارية في المرحلة القادمة من التعافي وإعادة الأعمار على التنمية بالإضافة إلى تقديم الخدمات، ولتحقيق ذلك لا بد من دعمها للاعتماد على مواردها والانطلاق من احتياجات المجتمعات المحلية والعمل على تلبيتها. نؤكد على أهمية دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمانحين في دعم الخطط الوطنية وعدم الانصياع للمشروعيات أو الإنجازات المسيسة لبعض الدول المانحة، خاصة وأننا ندرك جميعا أن هذه الاستقلالية في عمل المنظمات ستحفظ لهذه المنظمات ولايتها ومستقبلها ويجعلها مساهما فاعلا في الإنجازات التي ستحققها سوريا للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال الحرب على الإرهاب. المشاركون في الورشة أكدوا أهمية المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط وضرورة تطوير فهم مشترك لمنظومة الإدارة المحلية على مختلف المستويات في سوريا، ومناقشة السياسة العامة والإطار القانوني للإدارة المحلية وخيارات تنفيذها ودور المجتمع المحلي في الإدارة المحلية وتبادل أفضل للدروس المستفادة من الإدارة المحلية في سوريا. طبعا الجلسة حاليا عن المشاركة المجتمعية وهي من المحاور الهامة جدا، حيث تبنى الوحدات الإدارية هي على مشاركة المجتمع ووحدتي الإدارية من خلال احتياجات المجتمع المحلي، استكشاف هذه الاحتياجات، التواصل مع المجتمع المحلي لبيان مكامن القوة والضعف، لتنمية مكامن القوة وتلافي مكامن الضعف، وذلك بالتشاركية مع أبناء هذا المجتمع للوصول إلى خطة تنمية ترتقي بواقع الوحدة الإدارية نحو الأمثل. اللي قدمت لنا هالدورات هذه الدورات اللي عطتنا معلومات فيها بالنسبة للقوانين وكيف نحن مننمي الوحدة الإدارية وكيف مننمي حتى المنطقة الإدارية نحن فيها وكيف منقدم الخدمة للمواطن وتوصل له بأسرع وقت.